يوصل دايما في ميعاده او قبل الميعاد بشويه ويكون مستني. I think دي حاجه مهمه جدا. يحاول ان هو يقلد الدكتور او الدكتوره اللي بيشتغل معاه، يعني مثلا يمشي وراه، لان جزء كبير من التعليم الطبي في امريكا اللي هو زي او فكره الشادوينج ان الطلبه المفروض المنطق ان هم بيشوفوا الدكتور بيعمل ايه وبيقلدوه، مش لازم يبقوا بالظبط فاهمين بيقلدوا ايه بالظبط، بس هم مثلا بيتكلموا بنفس الطريقه، بيقعدوا بنفس الطريقه، بيمشوا بنفس الطريقه، فان هو يحاول يعمل الحاجات دي، يبقى اوف سيرفيس، يعني مثلا يساعد لو في اي حاجه مثلا محتاجه تتعمل للدكتور، طلب مساعده في حاجه معينه زي مراجعه اوراق مثلا، دوينج اني ثينج، لو الدكتور مثلا وثق في الطالب كفايه وقال له مثلا طب اكتب في الشارت حاجه او ساعد في يبقى يعملها، يعني يبقى الشخص بريزنت، ما يلعبش في تليفونه، يعني ثينك من اكتر الحاجات اللي ممكن تستفز الدكتور في الروتيشن لو حد بيبص في تليفونه كتير. مثلا ممكن يفولنتير تو بريزنت كيس، مثلا لو التيم او الناس بتشتغل على بروجكت معينه كواليتي امبروفمنت او ريسيرش، تو فولنتير تو تشيب ان، نساعد، وذر المساعده دي وليد تو مثلا بين بارت اوف ذا بابليكيشن او مجرد مساعده، يعني لان الواحد في الاول كطالب قاعد روتيشن صغير ممكن مثلا ما يبقاش فيه فرصه كامله للمساعده كامله في البروجكت، بس يبقى فيه مثلا سنه هيلب، ف تو جو اون تايم بي ذير، بي بريزنتبل، بالمعنى مثلا نشوف الدكاتره دي بتلبس ازاي، بيلبسوا مثلا كوت نلبس كوت، بيلبسوا قميص وبنطلون وكرافته نلبس زيهم، بيلبسوا سكربس نلبس سكربس، يعني دلوقتي مثلا كل الناس بتلبس سكربس من ساعه الكورونا، فمثلا خلاص اللي يطلع which makes it very easy، يعني كله يلبس سكربس، لو الناس بتلبس سكربس، لو الناس لا بتلبس مثلا فورمال شويه نلبس فورمال، ف I think being presentable، يعني نسأل أسئلة ذكية في الوقت المناسب، يعني مش حاجة حلوة أن حد يجي مثلا يسأل أسئلة تضيع وقت الدكتور، بس مثلا لو في مناقشة مثلا مفتوحة في وقت فراغ يبقى مثلا حلو أن يبقى في أسئلة ذكية، بالذات لو حد مثلا كان قاعد مثلا على كيس كانت فاتت اللي هو أنا الكيس دي اللي شفناها كان عندها باركنسونز ديزيز مثلا، وحس أنك عملت مثلا في الفيزيكال اكزام الحاجة دي، ممكن مثلا تشرح لي إيه اللي حصل أو إيه اللي كنت بتحاول تعمله، أنا إيه اللي أقدر أتعلمه، فدي كلها حاجات حلوه. نوت تو تشالنج قوي المانجمنت، يعني دي نقطه مهمه، بحس من الحاجات اللي ممكن تستفز الاتندنج فيزيشن جدا لو حد من الستودنتس بيتشالنج المانجمنت مثلا بيسال ليه عملت كده، ليه ما عملتش كده، بس انت مثلا مش شايف ان انتي بايوتيك مش انديكيتد مثلا في الحاله دي، ده وبالذات لو الطالب عنده يعني وجهه نظر، هي المشكله في ايه؟ ان هو بيبقى في كونسيدريشنز كتيره، يعني في امريكا الميديكال براكتس ليه كونسيدريشنز كتيره، وبالذات لو حد قعد كتير فيه بيبقى في حاجات كتيره مختلفه بين تيكن انتو كونسيدريشن في القرارات، فطبعا الواحد لو مش مقتنع بالمانجمنت ممكن يسالها بطريقه ذكيه، مثلا يقول مثلا انا لاحظت مثلا انت البيشنت ده، انت وصفت الدواء ده، ممكن مثلا تشرحي لي اكتر مثلا بحيث ان انا اتعلم مثلا why did you make this choice، او بس ولو لا الدكتور مش عايز يجاوب السؤال او ايه خلاص. ف I think ان not challenging قوي، بس في نفس الوقت to be opinionated and interested and learning، ما يبقاش الواحد شخصيته ممسوح خالص، فهي balance معين. ف I think الواحد يشتغل، يعني لازم يروح يشتغل جامد ويحاول ان هو يبقى ذكي اجتماعي، يعني بحس ان الدكاتره يبقوا مبسوطين، يبقوا حاسين في الاخر في اخر الروتيشن الله الطالب ده وجوده جميل جدا، انا اتمنى انه يكمل معايا، انا مش عايزه يمشي. العكس يعني، وانا اي ثينك ان موست ستودنتس ار ايبل تو بيرفورم ريلي ويل ان كلينيكال روتيشنز، يعني اند جيت فيري فيري جود ليترز اوف ريكومنديشن. برضه ان احنا نشوف الستاف، يعني الستاف التانيين التمريض والناس دي مهم، يعني هم ساعات بيبقوا حابين الطلبه اللي جايين من بره، ساعات بيبقوا مش حابينهم، يعني على اساس ان هم بيبقوا مثلا فيري بيزي وحاسين ان وجود شخص زياده از سلوينج داون شغلهم، هم مثلا عايزين يخلصوا عشان يروحوا. ف تو بي اوف هيلب، نوت تو ويست ذير تايم، نوت تو اوردر ذيم اراوند، اسك ذيم تو دو ثينجز. ف اي وود سي يعني باختصار، يعني ان الواحد يعني يروح يبقى هناك اون تايم، يحاول يشتغل كويس ويحاول يبقى ذكي اجتماعيا، يفكر ويسمع ويبص يشوف الناس بتتصرف ازاي، ويحاول يتصرف بالطريقه المناسبه للموقف مع الناس دي، يعني
مع شخصيته مع الفلو بتاع الشغل. a very busy place is not like مثلا a place where it's not busy at all where احنا قاعدين idle most of the time. فوقتها مثلا a scientific discussion would be very very helpful versus مثلا مكان very busy مع دكتور who's seeing like 25 patients. a scientific discussion is not helpful at all. الدكتور ده مثلا is so overwhelmed وبيحاول يخلص شغله فمش هيقدر يقف ويشرح. فالذكاء الاجتماعي كتير يعني مطلوب.